الطلاب عيكيدو وحبايبي النهارده هنقدم ان شاء الله مواد ساينس بريب 3 يونت 1 فيزيكس يعني بروبلم، يعني هناخد رولز قوانين كتير وهنبتدي نشتغل على البروبلمز دي. النهارده مش هبتدي معاكم بالبروبلمز، هناخد جزء كده ثيوريتيكال نظري، وان شاء الله المره الجايه يكون بقى جاهزين جنبنا الكالكوليتر ويكون الكتاب معانا ان شاء الله نبتدي نحل البروبلم مع بعض. اول حاجه طبعا معانا الرسم اسمه motion in one direction. يعني ايه motion اصلا؟ يعني ايه كلمة motion؟ سمع حد بيقولي يعني حركة. حركة يعني ايه كلمة motion؟ يعني انا لو عندي object اهو بيتحرك، ال object ده من point A رايح ل point B، وهو بيتحرك يا اما بيتحرك in straight line بالشكل ده، يا اما بيتحرك in curved line بالشكل ده، يا اما اتحرك شوية straight وشوية curved، شوية straight شوية curved لحد وصل للنقطة بتاعته. يبقى إذا كده هو عمل إيه؟ عمل motion. يعني إيه عمل motion؟ يعني عمل change in the position of object، غير position بتاعه. وطبعاً هو بيغير إيه اللي بيحصل؟ بيعدي عليه time، في وقت بيعدي as time passes. يعني أقول لك يعني إيه define motion؟ تقولي motion is the change object position. change إيه؟ object position، بيغير مكانه as time passes. طب إيه أنواع الـ motion؟ قال لي أنواع الـ motion 3. يعني هو يعمل motion in، يعني مثلا حد يقول لي in straight line، yes، يما يعمل motion in curved line، أو يعمل combination between straight line and curved line. يبقى أنا عارف دلوقتي يعني إيه motion وهي types of motion. إيه simplest type of motion؟ أبسط نوع للحركة، إن أنا أتحرك إزاي؟ قال لي إن أنا أتحرك in straight line in one direction. زي مين؟ زي الترين. الترين بيتحرك مثلا زي طالع من محطة رمسيس، رايح محطة اسكندرية، اسكندريه رايح محطة مثلا دمنهور، اي محطة هو بيتحرك in one direction زي المترو، وابتدي بعد كده يخلص كل الاتجاه ويرجع back home تاني نفس المحطات دي. يبقى هو بيتحرك straight line in one direction forward or backward not upward downward. يبقى هو بيتحرك in a straight line. يبقى انا دلوقتي قدامي اقول لك ايه هي the simplest type of motion. يبقى simplest type of motion ايه؟ ان انا اتحرك in straight line in one direction. طيب وايه كمان؟ قال لي ان زي مين؟ زي train. يبقى الاكزامبل بتاعي مين؟ train. الاكزامبل بتاعي مين؟ train. give reason ليه قلت على train simplest type of motion؟ because it moves forward or backward in one straight line in one direction. تمام؟ طيب يبقى انا عرفت دلوقتي ان الاكزامبل بتاعي ايه simplest type of motion، عرفت ان الاكزامبل بتاعي train، ولو جاب لي give reason خلاص انا عرفت ان انا اقول because it moves in a straight line in one direction forward or backward. طيب بعد كده يا شباب هنعرف ايه هي الفيزيكال كوانتيتي اللي بتعمل ميجر للموشن. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاوبجكت ده بيتحرك، الاوبجكت ده بيتحرك خلاص ديستانس معينه، سي بيتحرك 20 متر مثلا say في 5 seconds. طب الاوبجكت دوت اتحرك 30 متر in 5 seconds. اما اقول لك مين فيهم الاثنين بيعملوا موشن، بس مين فيهم الاسرع؟ اسرع يعني speed. اسرع يعني ايه؟ يعني speed. يبقى معنى كده ان السبيد هي الفيزيكال كوانتيتي اللي بتعمل ميجر للموشن. هي الفيزيكال كوانتيتي اللي بتعمل ايه؟ ميجر للموشن. يبقى اقول لك ايه؟ scientific term physical quantity which describe motion تقول لي مين؟ speed. يعني هي physical quantity speed، هناخد physical quantity ده في lesson 3 بالتفصيل. طيب الاوبجكت ده اتحرك 20 متر in 5 seconds، واوبجكت تاني اتحرك 30 متر in 5 seconds، مين فيهم اسرع بالنسبه لك؟ اللي اتحرك 20 متر في 5 ثواني ولا اتحرك 30 متر في 5 ثواني؟ of course 30 متر in 5 seconds. معنى كده ان كل ما بيحصل increase with distance كل ما بيحصل increase لمين؟ للسبيد. السبيد اختصارها v velocity. طب ليه ما قلناش اختصارها s؟ عشان s اختصار second، فاحنا خدنا v velocity، و velocity في اللغه معناها برضه سرعه، بس هي طبعا هتختلف في حاجه ثانيه هنقولها في lesson 3 مع بعض. يبقى انا دلوقتي عرفت ان السبيد ديبند على ايه؟ على هو مشي distance قد ايه في وقت قد ايه؟ مشي distance قد ايه في وقت قد ايه؟ هو ده الاختلاف او هو دي الفاكتورز. انا دلوقتي لما اجي اسالك اقول لك احنا كده عرفنا يعني ايه motion؟ قلنا يعني ايه motion؟ change object position as time passes. يبقى تاني يعني ايه motion؟ change object position as time passes. طب ايه هي types of motion؟ قال لي انا عندي 3 types of motion.
يا اما موف ان وان دايركشن ان ستريت لاين ان وان دايركشن يا اما ان كيرفد لاين يا اما هتحرك كومباينيشن بين ستريت لاين وكيرفد لاين مين هي السمبلست تايب اوف موشن انا هتحرك ان ايه ان ستريت لاين ان وان دايركشن زي مين زي الترين مين هي الفيزيكال كوانتيتي اللي تقدر تعمل ديسكرايب الموشن اللي سبيد اختصارها في وعشان هي عندها فاكتورز ديبند عليها فعملنا لها تراينجل قلنا ان v equal d over t طبعا التراينجل دوت اللي هو اللي اسمه ماجيك تراينجل بيبقى احنا عارفين ان لما يكون حاجتين واحده فوق واحده تحت بنعملهم ايه ديفايد اتنين جنب بعض بنعملهم ايه باي يعني انا دلوقتي قلت لك v equal a تقول لي d over t طب ال d وهي فوق اهي اخبيها بايد اتفضل عندي الاثنين اللي جنب بعض يبقى ال d equals v by t طب انا عايز اجيب ال t اخبيها بايدي يبقى لي مين d over v ده الماجيك ترانجل انا هستخدمه في اي بروبلم هحل بيها ان شاء الله المره الجايه طيب ايه هي الميجرنج يونت بقى بتاعت ال s دي قال لي الميجرنج يونت عندي متر بير سكند اور كيلومتر بير اور امتى استخدم متر بير سكند انت بتستخدم امتى استخدم كيلومتر بير اور متر بير سكند في حاله البادي او اوبجكت احنا مش هنمشي اكتر بالمترز طبعا طب بالنسبه للكار او الترين او البلين يبقى كيلومتر بير اور بالمناسبه في جهاز مهم جدا ليه في امتحان كتير بيسالني عليه هو السبيدوميتر السبيدوميتر ده عداد السرعه ده بيبقى موجود طبعا عند اي حد درايفر بيسوق الكار طبعا موجود في البلين موجود في الترين بيبقى موجود قدام السواق بيحسب له هو ماشي كام كيلومتر في الاور السرعه بتاعته قد ايه ده وات يوز تو ميجر ذا سبيد اوف ذا كار اور ترين هاو كان يو كونفرت بين كيلومتر بير اور عايز اخليها تبقى متر بير سكند لو جاتلي في اي بروبلم عايز احول كيلومتر بير اور اخليها تبقى متر بير سكند بحولها ازاي اول حاجه احطهم قدامي كده عايزك تبقى فاهمهم وبعد كده خلاص انت حاجات كتير هتبتدي خلاص تبقى حافظهم عايز احولها لمتر بير سكند هعملها ازاي هو قال لي هو ال 1 كيلومتر في كام متر في 1000 يبقى اعملها باي 1000 طب والاور فيها كام سكند هي الاور فيها 60 مينت وكل مينت فيها 60 سكند يعني انا عشان احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند بعمل ايه بعمل باي 1000 اوفر 60 باي 60 في طريقه ثانيه في الكتب قال لي طب مش هي 1000 دي اوفر 60 باي 60 لو جيت اختصرتها في الماث ضيعت الزيرو ده مع الزيرو هنا وزيرو هنا وزيرو هنا ودي ديفايد 2 تطلع ب 5 ودي ديفايد 2 تطلع ب 3 هيطلع الناتج 5 اوفر 18 صح كده؟ يعني انا اخدت 1000 اوفر 60 باي 60 ضيعت زيرو هنا تحت و2 زيرو هنا فوق اتفضل عندي 10 اوفر 36 10 اوفر اهو 10 اوفر 36 دي ديفايد 2 تطلع بكام؟ ب 5 دي ديفايد 2 تطلع بكام؟ ب 18 تمام طيب يبقى انا عندي 5 اوفر 18 يعني انا دلوقتي لما باجي احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند في المساله انا بعمل باي 5 اوفر 18 مفيهاش مشكله خالص تمام باي 5 اوفر 18 طب انا عايز اعمل العكس عايز احول من متر بير سكند لكيلومتر بير اور اعكس الفراكشن يعني اللي تحت فوق واللي فوق تحت يبقى تبقى 18 اوفر 5 او 60 باي 60 اوفر 1000 اذا انا اتلخبطت يا ميس بسيطه احفظ واحده واعكس الثانية في الامتحان دايما احفظ من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند يبقى باي ايه 5 اوفر 18 يبقى من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند تبقى ايه 5 اوفر 18 بس تبقى حافظ هي جت منين تبقى عارف كويس ان هي جت اصلها من 1000 اوفر 60 باي 60 عشان في البروبلم لما يجي يلعب معاك تبقى انت فاهم اي حاجه تمام طيب ده بالنسبه للتحويله بتاعه البروبلم انا كده طلعت من الترينجل دلوقتي الماجيك ترينجل بتاعي وطلعت منه ازاي اقدر احسب ال في حاجه اللي قلناهم بالنسبه لي بخبيها بايدي لو حاجتين فوق بعض يبقى ديفايد لو حاجتين جنب بعض يبقى باي الميجرنج يونت مين هما متر بير سكند وكيلومتر بير اور مين هو السبيدوميتر هو ديفايس يوزد تو ميجر ذا سبيد اوف كار اور ترين اور بلين هاو كان يو كونفرت فروم كيلومتر بير اور لمتر بير سكند بعمل ايه باي 5 اوفر 18 لو العكس عايز احول من متر بير سكند لكيلومتر بير اور اعمل ايه باي 18 اوفر 5 تمام طبعا ده كله هيبان اكتر من دي الحل ان شاء الله المره الجايه تكون معانا الكالكوليتور بتاعنا نبتدي نطلع البروبلم والارقام الناتج بتاعتها طيب ايه التايبس اوف سبيد اللي احنا هناخدها النهارده هناخد اثنين النهارده ونخلي ان شاء الله باقي المره الجايه مع ايه مع حل البروبلم اول تايب هناخده دلوقتي هو الريجولار سبيد او بيقولوا عليها يونيفورم سبيد يعني ايه ريجولار او يونيفورم هقول لكم انتوا تقولوا لي دلوقتي يعني ايه ريجولار او يونيفورم انا عندي اوبجكت اهو بيتحرك من بوينت A لبوينت B
من بي لسي ومن سي لدي. بيتحرك 2 متر 2 متر 2 متر in 1 second 1 second 1 second. ايه ده؟ يعني هو بيتحرك equal distance مسافات متساوية at equal time في وقت واحد. يعني معنى كده regular speed معناها ايه؟ معناها the object move equal distance at equal time. يعني regular speed object move equal distance at equal time. يعني كده في direct relation between the speed distance and time. يعني انا بقول لكم طيب انا عايز جراف بقى ارسم جراف كده للdistance اهي والtime. الاسئله دي مهمه جدا طبعا بعد كده الdistance والtime قدام. طالما ده بيزيد ده بيزيد ده بيقل ده بيقل هما الاثنين في بينهم ايه؟ في بينهم relation. يعني معنى كده لو انا عملت distance وtime او speed وtime اهو نخليها speed مثلا v ايه اللي هيحصل؟ قال لي احنا اتفقنا ان السبيد والتايم او السبيد والديستنس الكيرفات بتاعتهم يبقى دايركت ريليشن يبقى يطلع لي فوق. تمام؟ يبقى تاني دايركت ريليشن يعني الكيرف او الستريت لاين بتاعي يبقى طالع لفوق. ده كده اسمه ايه؟ اسمه دايركت ريليشن. طيب الايريجولار سبيد انت برضو اللي هتقول لي الديفينيشن بتاع الايريجولار سبيد. الايريجولار سبيد ده هيبقى ايه يا شباب؟ هيبقى تاني يتحرك من A لB من B لC من C لD. هنا 2 متر هنا 5 متر هنا 1 متر وكلهم in 1 second. ايه ده؟ يعني ده اتحرك on equal distance at equal time في واحده فيهم on equal يبقى ده irregular. on equal يبقى ده ايه؟ irregular. يبقى انا دلوقتي قلت regular يبقى equal equal و on equal equal اي واحده فيهم تطلع irregular speed. هنقولها تاني المره الجايه ان شاء الله هنحل البروبلم وان شاء الله نتابع مع بعض ونكون مجهزين كالكريتور عشان تيجي نحل البروبلم المره الجايه. السلام عليكم. Well, thank you.